مختلفة، مختلفة في كل شيء. مبادئها مختلفة وأولوياتها مختلفة. قطر دايماً متفردة، منفتحة، دافئة وحنونة. قطر هي شموخ الوجبة وثبات الزبارة، شاهقة كالدوحة ومسالمة كالعديد. قطر هي كعبة المضيوم، هي التنوع الثقافي والاجتماعي اللي نشوفه، هي الانتعاش الاقتصادي اللي نعيشه، وهي الرياضة اللي صارت متأصلة في الشعب القطري. متى ما قطر احتاجتنا، احنا أول الناس واقفين نحميها، نحميها بقلوبنا، نحميها بثقافتنا، نحميها بكل قدراتنا، ما راح ندخر أي جهد. أني أفتح مكتب محاماني حسيت أنه جاء وقت أني أنا ألبي رسالتي، أساعد وطني وأخدم وطني، لأن في النهاية هذه الرسالة وإحنا واجب علينا أن احنا نلبيها. بعزم القيادة وعزيمة الشعب راح نستمر في خوض التجارب الناجحة وننتج أكثر وأكثر، وراح نتقدم أكثر وأكثر وننفتح على ثقافات العالم أكثر. راح نحدث التغيير ونحافظ على أخلاقنا ومبادئنا، وراح نترك الأثر للأجيال القادمة. وبلادي قطر لا حق الوفاء، بنت الوطن غادة درويش كربون.